Allah shaheed wa shahid. An-Nabiyu al-A'zam shaheedun wa shahid. Al-Mutalaqiyan an al-Yameen wa an al-Shimal qa'id shahidan. La'alla hunalik majmu'a min al-Malaika. La'allahu kulluhum yashhadun. Antu as'adu fuq al-Tayyara. على قرية صغيرة تشوفون أهل هذه القرية دا يتنازعون على أربعة أشبار من الأرض هذا يقول ملكي ذاك يقول لا ملكي ويتنازعون ويقتل أحدهم الآخر وتصير معركة فرضوا نفسكم بالطائرة قاعدين انظروا إلى هاي القرية الصغيرة شلون تشمئزون من هذه القرية ومن أهل هذه القرية إحنا نفس الشيء الملائكة لعله فوق دا يشوفون فت قرية صغيرة اسمها الكرة الأرضية ومشحونة بالفساد والإفساد والغيبة والتهمة والنميمة والظلم شوفوا الملائكة شقد يشمئزون من لولا هذه الصفوة المؤمنة الأفراد المؤمنين الذين يقومون في الليالي ويصلون صلاة الليل فهم في الليل صافون أقدامهم هاي الكرة الأرضية لولا أمثال هؤلاء ما كان إلها أي قيمة الملائكة يشهدون النبي الأعظم يشهد أئمة أهل البيت يشهدون الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه يشهد وإحنا نشهد على أنفسنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إحنا عندما نروح للآخرة لعله غير المؤمنين المتدينين أصلا يقول يا ليتني كنت ترابا يا ليتني لم أوجد يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يسوى واحد على اللحظات يتمرد على خالقه وجبار السماوات والأرض ابتلع هذه اللحظة قاوم ذاتك يقوم لصلاة الصبح المنبه يدق لحظة قوم بمجرد ما تقوم تنتهي القضية هاي لحظة الصراع بين النفس والشيطان يسد المنبه وينام ويقوم بعد طلوع الشمس بساعتين الله جابك لهذا الامتحان قف واحد يقوم يصب الماء على وجهه ينتهي كل شيء خمس دقائق في لحظة غضب تحمل الغضب صارت هنالك مشادة في البيت تحمل لحظة الله تعالى خلقك لهذه اللحظة